جديد بجد التحيه بيك يا كابتن شوبير وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من اهم واخلص اللاعبين كريم نيدفيد. نيدفيد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، بطوله جديده وانجاز جديد، مليون مبروك. ما كانش ينفع نيدفيد النهارده، الجمهور ده يروح زعلان. الله يبارك فيك، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالمكسب. طبعا يعني كان الجمهور ده لازم نفرحه، بالذات بعد الخساره اللي فاتت في سوبر افريقيا. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالبطوله، الحمد لله. انا مهم المشاهد دي يا نيدفيد، حاله التقدير والحب اللي في افراد الجهاز الفني واللاعبين لكريم نيدفيد دي ما بتجيش من فراغ نيدفيد. الحمد لله دي حاجه كبيره يعني بالنسبه لي، اهم حاجه يبقى في تقدير من الجهاز الفني، يبقى عارفين انت بتعمل ايه للفرقه. والحمد لله يعني الناس عارفه الواحد بيعمل ايه ودوره عامل ازاي. مش دايما كل لعيبه محتاجه ان هي تلعب ماتشات، اي لعيب محتاج ان هو يلعب بيحب ان هو يلعب، بس في لعيبه تاني برده بيبقى ليها دور تانيه مختلفه. والجهاز الفني يعني اهم حاجه بالنسبه لي، وعنده ثقه فيا فنيا وعنده ثقه فيا بره الملعب، والحمد لله ربنا كرمني بحاجه زي كده. نيدفيد واحد من اللعيبه اللي دايما ما بتسمعش صوته، ما بيتكلمش كتير، يعني نيدفيد كلامه قليل، نيدفيد دايما بيرد في الملعب بمجهوده وبادائه. اوقات كتير جدا بتبقى الظروف صعبه ونيدفيد يبقى موجود في ارض الملعب، اعتقد دي رسائل مهمه كتير جدا منك يا نيدفيد. طبعا دي ثقه كبيره من الجهاز الفني، ويعني برضه عايزين نتكلم في نقطه مهمه، يعني اتمنى تبقى الكره ترجع لطبيعتها اللي هي تبقى رياضه بس، ما تبقاش يبقى فيها كلام كتير بره الملعب او مشادات جوه الملعب، يعني فيها تبقى رياضه. يعني مش بميل دايما لموضوع الكلام والرد، يبقى الزمايل بيردوا على بعض وحاجات زي كده، ما تبقاش حاجه حلوه، مش حاجه مش لطيفه يعني. في الاول وفي الاخر احنا بنلعب رياضه يعني، والرياضه يعني ما اعتقدش ان فيها منافسه، اكيد لكن مش عايزين نوصل للحاجات دي. فاتمنى ان نرجع لطبيعه الرياضه يعني، ونرجع للكوره الطبيعيه بتاعت زمان يعني. نيدفيد كواحد من كباتن الفريق، قلتوا ايه للعيبه النهارده قبل المباراه؟ ما فيش يعني، احنا ما اتكلمناش قبل الماتش خالص، وما اتكلمناش امبارح خالص، احنا اتكلمنا بعد ماتش سيراميكا. كان عندنا يوم اجازه، واليوم ده كان كله اعداد يعني، كان يوم فري بالنسبه للعيبه. كنا قعدنا مع بعض وكنا بنضحك وبنهزر وبتاع، لكن قعدنا بالليل قعده مهمه بالنسبه لنا يعني، يمكن القعده دي قعدت مده ساعتين بينا، اتكلمنا فيها في كل حاجه، قلنا فيها كل حاجه، واكدنا ان احنا لازم نكسب الماتش ده. احنا في ضغوطات على اللعيبه، ودي كانت واضحه، وواضحه في ماتش سيراميكا اكتر من ماتش النهارده. يمكن النادي الاهلي بيختلف في النهائيات، الماتش سيراميكا كان في ضغوطات واضحه جدا على اللعيبه يعني، كان في حتى في يعني بعد احنا كسبنا الحمد لله وصعدنا للفاينل، بس كان واضح جدا شده اللعيبه. فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا، كان في كلمه مهمه اتقالت يعني، ان احنا النهارده مش هنطلع من الملعب واحنا كسبانين، ايا كان كويسين وحشين، ايا كان احنا هنطلع من هنا كسبانين كلنا مع بعض. ودايما الجمله اللي بتتقال ان اللعيبه احنا اهم يعني، مع احترامي لاي حاجه، اللعيبه دي اهم حاجه في المنظومه، فاللعيبه دي بتبقى ال 30 لعيب والجهاز الفني دول حاجه واحده، بنقفل على نفسنا واحنا اللي بنشيل كل حاجه واحنا بنعمل كل حاجه. فكان هدفنا واضح ان احنا النهارده مش هنمشي من الاستاد ده غير واحنا كسبانين وجمهورنا مبسوط. كان نيدفيد بالتوفيق في اللي جاي باذن الله.